لكن اهم حاجه بقى انه في 65 66 الشافعي رغبته لتعزيز موقفه بدا يفتح علاقات مع اسرائيل. لانه خلي بالك انه كل الناس مع زياده حركه القوميه العربيه، كل الناس اللي موجودين في المنطقه حتى الدول التي قبلت الاسلام ورفضت العروبه زي تركيا وايران، كلاهما احتفظ بلغته ورفض قبل الدين والاسلام ولكن لم يقبل لغته. لانه في جذور حضاريه، لكن على حال شاه ايران متجاوزا ذلك كله بدا في علاقته مع اسرائيل بضغط امريكي او بتشجيع امريكي او بولاء امريكي، بالتاكيد انه كان في ولاء في ضغوط امريكيه او في طلبات امريكيه، فبدا يبقى بيعمل علاقات مع اسرائيل. في ذلك الوقت جمال عبد الناصر قرر اتخاذ اجراءات دراستيك قوي، اجراء شديد جدا، لانه قطع العلاقات. بكلمك ما كانش الامر يستجب العلاقات قطع العلاقات، لكن وقع الامر انه كان عنده حجه فيها. هو كان وقتها شايف ان في دول اسلاميه كثيره قادمه للاستقلال سواء في اسيا او افريقيا، والدول الاسلاميه اللي كانت موجوده كلها مثلا دوله زي باكستان او غيرها كانوا كلهم بيرفضوا اي علاقات مع اسرائيل تضامنا مع العالم العربي الاسلامي. فخشيه جمال عبد الناصر كان انه شاه ايران يحط النموذج انه والله ممكن تحتفظ بعلاقات مع الاثنين، ويروحوا العالم الاسلامي كله يبقى مع اسرائيل او يعني يعمل علاقات مع اسرائيل. فتقرر عمل نفس اللي المانيا الغربيه كانت بتعمله، كل من يصنع علاقات تقيم علاقات مع المانيا الشرقيه يتقطع علاقات معاه، لانه هنا بيبقى بيعمل ضد وحده المانيا.